يروى في كتب التاريخ من قصص الوعاظ مع السلاطين والأمراء أن الخليفة هارون الرشيد دخل عليه ذات يوم الشاعر أبو العتاهية فقال له: عظني يا أبا العتاهية. فقال أبو العتاهية: أعطني الأمان يا أمير المؤمنين. فقال: قل ولك الأمان. قال أبو العتاهية: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تسترت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس. ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس.